سجلت مملكة البحرين ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل ألف حالة قائمة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى أحد عشر وإحدى حالة، منها 29 حالة تتلقى العلاج في المستشفى، في حين تخلو وحدة العناية القصوى من أي حالة قائمة. هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 853 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 280 الفا وأربعة و114 حالة